هذا السؤال؟ ما يقول أولا ما تعرافا فسأل عن شيء فصدق ويقول أن تقرأ صلاة ربع يوم. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه لمن مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وهذا في تفصيل الدابر العرفي ليس عطلاقا أن دائما لا تقرأ صلاة ربع يوم أحيانا قد يكون كافرا. وهذا التفصيل على النحو التالي. القسم الأول أن يذهب إلى العرافين والكهان والمنجمين فيسألهم عن الغيب المطلق فيصدقهم بما يقول. هذا كفر أكبر بالإجماع، ما في خلاف، هذا كفر أكبر بالإجماع ولا خلاف في هذا. وكل من صدق مخلوقا لأنه يعلم الغيب المطلق فهو كافر بالإجماع، لن لا يعلم الغيب المطلق إلا الله. وهذا قد زعم للمخلوق الألوهية والربوبية، وهذا ناقض من نواقض الإيمان. القسم الثاني من ذهب إليهم وسألهم عن غيب ماضي، يعني يمكن للمخلوق معرفته ولكن هذا السائل لا يعلم، لأن كل ما غاب عنه يسمى غيبا. فهذا الذي قال عنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وليس معنى هذا الحديث أنه لا يصلي بل يجب عليه الصلاة، تشرع له النوافل، يشرع له قيام الليل، يشرع له كل شيء، لا يسقط عنه شيء، لكنه بقدر 40 يوما لا تقبل صلاته، يحاسب عليه يوم القيامة بمنزلة من لم يصليها أو يصليها. القسم الثالث من ذهب إليهم ليتفرج ومجرد استطلاع فيسألهم ولا يصدقهم، لكن يذهب إليهم ولا ينكر عليهم، فهذا محرم ولا رخصة لأحد في هذا. وسواء ذهب إليهم أو شاهدهم عبر الفضائيات، لأن هذا لا يريد الإنكار وإنما مجرد استطلاع. القسم الرابع أن يذهب إليهم بقصد الإنكار عليهم وكشف حقيقتهم وعوارهم وضلالهم وانحرافهم وبيان حقيقتهم للمسلمين، فهذا واجب أهل العلم والإيمان. وهذا الباب لا يتصدى له كل أحد، إنما يذهب له طائفة من أهل العلم والإيمان ومعرفة طرق وأساليب هؤلاء في مكرهم وخداعهم وتلبيسهم